مرحبا. كتير أيام أولادنا بيبشروا لحالهم ملاحظات. هالملاحظات فيها تكون إيجابية، مثل وقتها بيقولوا نحن اليوم ما رح نخاف من الامتحان ورح نجرب نعمل أحسن ما فينا، وفيها تكون سلبية لما وقتها بيقولوا لحالهم أنا ما حدا بيحبني، أنا كتير بشعة، أو أنا ما فيي أعمل هيدا الشيء. اليوم بهالفيديو رح نشرح ليه في أولاد ممكن يعبروا بهالطريقة السلبية عن حالهم وشو ممكن يكون عم بيصير معهم. رح نذكر 5 مواقف بيلجأ لها الولد للحديث السلبي لذاته. بأول موقف، هالولاد ممكن يكون عندهم طريقة تفكير غلط، يعني بيصيروا بيعمموا نتيجة سلبية بظرف معين على كل الظروف المتشابهة. مثلاً إذا ما لعبوا منيح بماتش فوتبول واحد بيصيروا بيقولوا نحن فاشلين بهاللعبة ولازم نوقف اللعبة نهائياً. تاني موقف، لما الولاد بيسعوا للكمال وبيحطوا لحالهم معايير عالية بيميلوا ليستعملوا هالحديث كطريقة ليطفشوا حالهم ليوصلوا لهدفهم. تالت موقف، أوقات الولاد بيستعملوا هالحكي لمحاولة للتلاعب بالآخرين أو لجذب الانتباه. مثلاً بيصيروا يحكوا أمور سلبية عن حالهم قدام أهلهم وكيف هن بيستاهلوا يتقاصصوا لأنهم تصرفوا تصرف منو لايق. رابع موقف، ممكن يدل على ضعف بتحمل ومواجهة المشاكل. مثلاً سليم بيقول إنه هو منو شاطر ومنو ذكي، وبهالطريقة بيكون عم بيجرب يهرب من المسؤولية. خامس موقف، الولاد يلي بيتعرضوا للتنمر وبينقلن عبارات مثل انتو كتير بشعين او انتو كتير ناصحين، مع الوقت بيصيروا يميلوا انه هن كمان يستعملوا هيدا الحكي ويصدقوا يلي عم بينقلن اياه. كأهل، شو ممكن تعملوا وقتا تشوفوا ولادكن عم بيميلوا للحديث السلبي لذاته؟ اول نقطة، كتير مهم ما تستخفوا بهالعبارات السلبية يلي بيقولوها عن حالهم، وتسألون ليه عم بيحكوا هيك؟ شو يلي مخوفن او زعجون؟ مشان تعرفوا شو لازم تقولولن وكيف لازم توجهون. تاني نقطة، لازم تحسسوا ولادكن بالأمان وتخلوهن يعرفوا انه انتو حاضرين لتتسمعولن وانكن بتتفهموا مخاوفهم، واكيد ما رح تحكموا عليهم، وهالشي رح يشجعهم يلجأوا لكن ويخبروكن شو عم بيصير معهم. تالت نقطة، وقتا بدكن تتدخلوا الأفضل ما تستعملوا عبارات إيجابية بطريقة مبالغ فيها، ولازم تجربوا تعملوا مقاربة للأمور أكتر واقعية. خلينا نشوف مع بعض هالمشهد لتوضح الأمور أكتر. أنا مني شاطر وما رح ألعب منيح اليوم بماتش الباسكت. أنا بتفهم مخاوفك وقلقك، بس أنت وفريقك صاركن وقت عم تتدربوا ورح تجربوا قد ما فيكن تستعملوا المهارات اللي تعلمتوها لتقدموا ماتش حلو ينبسط فيه الجمهور بغض النظر إذا ربحتوا أو خسرتوا. ومش يعني إذا هيديك المرة ما لعبتوا منيح وما ربحتوا يعني كل مرة رح يصير ذات الشيء. جربوا تكونوا قدوة لأولادكن واعطون مثال جيد، وعبروا بطريقة أكتر واقعية وإيجابية عن حالكن. مثلاً ما تعملوا مثل نادية وتقولوا بصوت عالي أنا طباخة فاشلة، بس فيكن تتصرفوا مثل سميرة وتقولوا أنا بأكتر الأوقات بتزبط معي هالأكلة، بس شكلي تغلبطت اليوم بالمقادير، بس هالشي ما رح يمنعني أني جرب مرة تانية. هالحديث الذاتي ممكن يكون عرضي ويمرق مرور الكرام، ولكن بحالات محددة ممكن يعكس مشكلة جدية أكتر مثل القلق، الكآبة، وكمان ضعف بثقة النفس. منصير منلاحظ إنه الحديث السلبي عم بيصير باستمرار وعم بينتشر أكتر وعم بيأثر بطريقة سلبية على علاقات الولد وعلى دراسته. منلاحظ كمان إنه هالحديث ما بيعكس الواقع أو حقيقة الأمور. مثلاً ممكن الولد يقلكن إنه هو منه شاطر مع إنه علاماته كتير منيحة. منلاحظ كمان تغيير بنمط نوم الولد وبأكله. بهالحالة ضروري تستشيروا أخصائي نفسي ليقيم الوضع ويساعدكن بحل المشكلة.